بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. برنامج جديد أو مع موقع جديد بنقدر نستفيد منه سواء في العملية التعليمية أو في الحياة اليومية، مع موقع شركة مايكروسوفت بيل نتورك أو مايكروسوفت اديكيتور نتورك. والموقع في الغالب بيكون المتصفح بيبدأ باللغة الإنجليزية. لو أنا حبيت أحوله إلى اللغة العربية عشان أشوف واجهة البرنامج باللغة العربية زي ما حضراتكم شايفين، ببدأ من هنا أختار اللغة اللي أنا محتاجها. هنا بيديني بعض الأنشطة اللي أنا أقدر أتفاعل معاها، وبعض إزاي أنا أقدر أنمي نفسي وأقدر أحصل على بعض الشهادات، إزاي أقدر الحصول على بعض المعلومات من الموقع ده، وبعض الأنشطة الإسرائيلية. كل الكلام ده هنعرفه إن شاء الله دلوقتي. مبدئيا لازم يكون عندي حساب مايكروسوفت أو حساب على الهوت ميل أو ام اس ان أو لايف، أي حساب خاص بشركة مايكروسوفت عشان يكون متاح معايا معظم التطبيقات أو معظم الاختيارات أو اللينكات الخاصة بالموقع. لازم يكون عندي حساب هوت ميل، هبدأ أدخل بيه دلوقتي. وطبعا بنقول حساب مايكروسوفت ده الافضل لان هحتاجه فيما بعد لاستخدام زي الفوتو سينس وزي استخدام كودو جيم لاب، بعض البرامج الخاصة داخل ليرنينج سويت الخاصة بموقع ادوكيتور او الخاص بموقع بيل نتورك. بعد ما بيحمل هنا بيقول لي حتى ان انت تقدر تدخل على تقدر تستخدم يا اما حساب مايكروسوفت او اوفيس 365 او الفيسبوك او جوجل او الياهو. فانا هقول له هستخدم حساب مثلا مايكروسوفت. هنا حضرتك بتبدا تسجل الاسم الاول والاسم الاخير، البريد الالكتروني، اللقب المهني معلم او مهتم بالفئه التعليميه. بتبدا تختار الامور اللي بتنطبق مع حضرتك، سواء مثلا انت مسؤول مباشر عن التدريس للطلاب، الفقره المهنيه، انا مسؤول عن طلاب الاحتياجات الخاصه، منسق الكمبيوتر، اشهر مشاركه في تطوير المناهج، انا مثلا مدير او مسؤول. ممكن تختار حاجه من الحاجات ديت او تختار بعضها، محتاج كلها كما تشاء. ببدا اضيف صوره، ببدا اختار المنطقه اللي انا ساكن فيها. طبعا كل العلامات اللي عندي هنا اللي مكتوبه بالاحمر لازم ان انا ادخل الداتا الخاصه بيها. بيبدأ يتيح لي هنا كل الأدوات والأنشطة المجانية. هنا بيتيح لي في بعض الأدوات المجانية زي بعض التطبيقات أو البرامج، زي البرنامج اللي احنا نشرحه اللي هو الأوتوكولاج. والتطبيقات ديت يعني بتزداد كل فترة، يعني مايكروسوفت دائما وأبدا بتطورها، زي البرنامج اسمه كودو جيم لاب، وفي أكاديمية خان دي مشهورة جدا في الوسط التعليمي المهتمين بتعليم العلوم والرياضيات على مستوى العالم. مايكروسوفت ماثيماتكس أيضا ناس مهتمين بتعليم بعض الرياضيات أو العلوم، وده وان درايف اللي هو قديما سكاي درايف، وكذلك أوفيس أونلاين. دي كل البرامج دي اقدر استخدمها بصفة مجانية جدا للمهتمين بمجال التعليم واللي انشأ حساب على موقع بيل نتورك او مايكروسوفت اديكيتور نتورك. اقدر افرز البرامج ديت او المواد ديت من الالف الى الياء اي تو زد، او ان انا افرزها على حسب اكثر استخداما، الاوتو كولاج، اوفيس 365، ويندوز موف ميكر، ديجيتال فوتوسينس. ده البرنامج برضك هنشرحه، عبارة عن برنامج في نفس الوقت اقدر استخدمه من خلال الموقع. ون نوت، كل دي برامج نقدر نستخدمها. انا نكتفي باللي احنا ذكرناه في المادة التدريبية الخاصة بينا. يبقى من هنا اخترت ادوات مجانية، او لو احنا هنحول باللغة الانجليزية هنسميها resources.
في عندي هنا الأنشطة التعليمية أو الليرنينج أكتيفيتي، دي بعض المعلمين المبدعين اللي عايزين يدخلوا في بعض المسابقات اللي بتعملها مايكروسوفت للمعلمين المبدعين، يقدر يعمل ليرنينج أكتيفيتي أو نشاط تعليمي متكامل، سواء عبارة عن باوربوينت يصور صور للمشروع الخاص بيه ويبدأ يرفعها من هنا، أو إن هو يشاهد بعض الأعمال الخاصة بالمعلمين المبدعين، أو إن هو بيختار هنا مثلا لو هو مهتم بمجال معين وليكن أحد المجالات مثلا اللغة علم الحاسوب، وبيبدأ إن هو يعمل حواليه سيرش، هيبدأ يتم فلترة المعلومات على حسب هذا الموضوع. نقدر أيضا إن احنا نفلتر الموضوعات على حسب الفئة العمرية اللي بيتم تقديمها، حاجات بتتكلم على الأوتوكولاج، حاجات بتتكلم على موقع بينج سواء ترانسليت أو الماب أو كلاس روم، دي كلها أنشطة بنقدر إن احنا نشوفها من خلال هذا الموقع. نقدر ان احنا نفلتر الموضوعات ايضا على حسب الدول، لو انا عايز مثلا ابحث عن موضوع مثلا موجود في مصر مثلا، الناس اللي هم ناشرين في مصر وباللغة مثلا العربية، ببدأ ابحث من هنا. دي كلها اعمال تم طرحها من خلال مصر، سواء بالتصنيفات اللي انا محتاجها فيها الاوتوكولاج وفيها مصر بتتكلم عن الكمبيوتر، كل التصنيفات اللي انا اخترتها بيبدأ يطرحها لي في أنشطة التعلم Learning Activity. لو أنا عايز أضيف نشاط بضغط هنا وببدأ أرفع النشاط الخاص بي سواء فيديو أو الأدوات الخاصة بي، الباوربوينت الخاص بي. هنا في بعض الدروس التعليمية، دي بعض الدروس التعليمية برضك بنفس التصنيفات اللي فاتت. هنا بيشرحوا بعض الأعمال زي Bing Translate إلى غير ذلك. طيب خلينا ننتقل لجزئية تانية، الدورات التدريبية. هنا من الدورات التدريبية الخاصة بمايكروسوفت، دي بعض الشارات اللي انت تقدر تاخدها من مايكروسوفت، سواء شهادات في استخدام التقنية في التعليم، ودي شهادة انا حصلت عليها من خلالهم، تدريس في أساسيات التكنولوجيا، تصميم التعليم في القرن 21، وكل شارة من الشارات دي حضرتك بتحصل عليها عبارة عن بعض الأسئلة بتقدر تختبر فيها في فترة زمنية معينة، ولو حصلت عليها بيبدأ تنضاف عند حضرتك في الصفحة الشخصية الخاصة بي. تبدأ حضرتك تشاهد بعض الفيديوهات الخاصة، ويبدأ ان هو مثلا يسألك في بعض الأسئلة الخاصة بالموضوع ده. بيبدأ يسألك بعض الأسئلة وحضرتك بتجاوب عليها في مجال التدريس. للعلم تقريبا هو أول مرة يطرحوا الموضوعات دي باللغة العربية، كان قبل كده بتكون باللغة الإنجليزية. عبارة عن 40 دقيقة، إذا كنت بحاجة لحفظ إجاباتك وكمالها في وقت لاحق قم بالخروج عن طريق إغلاق. بالإضافة لدعم التعلم، ما رأيك ما هو السبب الرئيسي الآخر لقيام المدارس بشراء التقنية لجعل التعلم أكثر متعة لتحسين إنتاجية المدرس، توفير المساواة في الحصول على موارد التقنية، تجنب الاضطرار إلى إصلاح تقنية قديمة لجعل التعلم أكثر متعة، أو لتحسين إنتاجية المعلم؟ تبدأ حضرتك تجاوب عن الأسئلة ديت، أو إن أنت تشاهد الفيديوهات المعروضة، وبتبقى بعد كده حضرتك يعني مثلا ممكن حضرتك تشاهد الفيديوهات الأول وبعد كده تدخل على عملية التقييم للحصول على هذه الشهادات. والشهادات دي بيتم طرحها بعد كده، بيتم إرسالها للإيميل اللي حضرتك سجلت بيه على الموقع. هنا بيديني بعض الإعدادات للتصفح بعد كده الدخول للموضوع، بعد كده بيشرح لي الداتا الخاصة بالموضوع ده. حضرتك بتبدأ تعرض كل ما يخص هذا الموضوع، تبدأ حضرتك تشاهده وتقرأه كويس، سهل على حضرتك عملية حل التقييم الخاص بالجزء ده
بعد كده بالدخول على بروفيشنال ديفلوبمنت تقدر ان حضرتك او التنمية المهنية بتشوف اول اختيار اللي هو ال ايرن بادجز او الشارات الخاصة بمايكروسوفت اللي حضرتك ممكن تحصل عليها. في طبعا شارات سهل الحصول عليها زي ويندوز 8 في الفصول الافتراضية، ويندوز 8 في الفصول الدراسية، او استخدام الويندوز في الفصول التدريس في اساسيات التكنولوجيا، تصميم التعليم للقرن 21، استخدام التقنية في التعليم. كل الحاجات دي حضرتك تقدر تستخدمها. في بعض الحاجات بتطلب مشاركات في المنتديات الاقليمية او المحلية او العالمية لمايكروسوفت، وديت طبعا مش بتحصل عليها غير بالمشاركات سواء بأنشطة او بالمشاركات الفعلية، لكن سهل جدا ان حضرتك تاخد الشهادات دي. ندخل على حساب تاني مثلا ليا، كنت حصل على بعض الشارات منه، قال له تسجيل الخروج. هنا بيقول لنا ان انا حصلت على ويندوز 8 في الفصول الدراسية، وحصلت على شارة تانية استخدام التقنية في التعليم، وحصلت على استخدام الويندوز في الفصول الدراسية.